أنا شايف يعني أن موقف الأدباء والمثقفين موقف مخزي جداً جداً بالنسبة للمجزرة التي تمت. لا بيان، لا موقف على الإطلاق. لا، المفروض أن كتاب مصر ضمير الأمة كما يقولون، وطبعاً ضمير الأمة والصفوة والنخبة والكلام الكبير اللي كان بيتقال، طالما أنه هو ضد ثورة إسلامية وثورة حقيقية وثورة شعب واختيار ديمقراطي حقيقي، فهم ضد الديمقراطية. أي كتاب شيء من أشعر بالخزي والعار من الصفوة التي لم تتحرك، في حين أن كتاب في العالم يجمعون البيانات تأييداً للثورة وضد ما حدث من مجزرة لشباب وكتاب مصر على يد العسكر.